هؤلاء الصحابة الثلاثة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل إذا جاء الحكم أو القول عن الصحابة رضي الله عنهم يكون حجة في دين الله عز وجل؟ يكون حجة أو ليس بحجة؟ فيه تفصيل. أولا أن يكون قول هذا الصحابي لا يخالف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي إذا خالف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتبار له، فقد يجتهد الصحابي فيخالف حديثا لم يبلغه، لم يعلم به، نسيه، وارد أو ليس بوارد؟ وارد. فلا بد أن يكون هذا القول ليس مخالفا لنص، لدليل. الأمر الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر قال الصحابي قولا ولم يخالف صحابة آخرون، فحينئذ هذا يقوي الأخذ بقول هذا الصحابي، لا سيما إذا كان قوله قد اشتهر وليس له مخالف، فالأخذ بقوله أولى من الأخذ بقول غير الصحابي من هو دون الصحابي. الأمر الثالث أن يكون هذا الصحابي معروف بالعلم، فالصحابة ليسوا على حد سواء ولا رتبة واحدة، فمنهم علماء، علماء الصحابة، أعلم الصحابة أعلمهم، الخلفاء الراشدين الأربعة هذول أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في دين الله وأحكام الله من؟ الخلفاء الراشدين الأربعة، لم يأتي أحد بعدهم مثلهم، حتى من جمع ما جمع من العلم لا يقارن بالخلفاء الراشدين الأربعة اللي لازموا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أحكامه وعرفوا مقاصد التشريع والتنزيل وشاهدوا التنزيل. هؤلاء أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المسألة قال فيها عمر خليفة راشد عالم علماء الصحابة ولم يخالف أحد، فالقول بقتل الساحر يؤخذ به أو لا يؤخذ؟ قاله من؟ عمر، مع أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن فيه خلاف بين رفعه ووقفه، لكن على فرض أن الأرجح أن يكون موقوفا على جندب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا ماذا؟ أن هذا اختيار عمر صحابي عالم خليفة راشد لم يخالف أحد من الصحابة، فيكون الحكم الثابت هو إيش؟ حجية هذا القول بأنه الساحر والساحرة حده أن يضرب، أن يضرب عنقه بالسيف. إذن قول الصحابي حتى متى يكون حجة؟ إذا لم يخالف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان مشهور بالعلم من علماء الصحابة، إذا كان إيش؟ لم يخالف أحد من الصحابة، فلا شك أن قول هذا أولى من قول غيره ويكون حجة على الراجح. نعم.